اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب بضيف النهارده في المحترف الناقد الرياضي المتميز محسن لملوم. هيكون معانا يعني التحليل الفني ورؤيته ان شاء الله لمشوار منتخب مصر، خلاص خطوتين باذن الله ونحصل على الكاس. برحب بيك يا محسن، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. مبروك. مبروك لينا كلنا. مبروك، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ومبروك لينا كلنا طبعا، ومبروك لحضرتك. وبصراحه المنتخب يعني فرحنا، والفرحه حلوه اكيد يعني. اكيد الفرحه حلوه وان شاء الله تكمل باذن الله. خليني قبل ما نخش في مشوار المنتخب ونتكلم على المنتخب بشكل عام، عايز اكلمك. كنت بتكلم يمكن قبل ما تخش على الخريطه الافريقيه بدات تتغير، يعني بدانا نشوف فرق يمكن كنا بنفتكر من سنين قليله انها فرق خلاص ممكن تتغلب 5 و6، لكن شفنا فرقه زي جزر القمر، شفنا جامبيا. فرقه زي جامبيا، غينيا الاستوائيه، بتتكلم حتى على مستوى الوصول لنص النهائي، شايفين بوركينا فاسو من الفرق المميزه. لكن خريطه افريقيا بتتغير مصر اكيد طبعا، يعني حتى لو مش بس المنتخبات اللي هي ما كناش بنعملين لها اي تقدير او اعتبار، سبحان الله بقت شوف وصلت فين زي جامبيا مثلا او اللي حضرتك ذكرتهم، لكن حتى المرشح الاول للفوز بالبطوله خرج من الدور الاول. صحيح. هو منتخب الجزائر باعتراف الكل، ويعني حتى يمكن كانت الليكيب الفرنسيه كانت حاطط الجزائر لوحده فايف ستار بخمس نجوم لوحده، ان هو ده المرشح الاول والابرز للفوز باللقب، وبعدين خدت بقى المنتخبات بشكل متتالي. فسبحان الله ده خرج من الدور الاول ومعاه منتخب غانا ومنتخب الجزائر، الاثنين هيلعبوا المباريات النهائيه للفصل على كاس العالم، للتاهل لكاس العالم في قطر يعني 2022. فاقصد اقول ان هي طبعا بتتقلب، فالحمد لله ان احنا ما رحناش في الحته دي. يعني منتخب مصر كبير، فالحمد لله ما راحش في القصه دي، قدر يحافظ على نفسه ومحافظ على نفسه منتخب مصر في الجزئيه دي يعني.